فهذه التوبة هذه أحد العوامل الأساسية، وهي معرفة الله سبحانه وتعالى. عندما الإنسان يعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة ويتوغل في معرفة الله سبحانه وتعالى، سيتولد لديه الهاجس والرادع الذي يردعه والذي يحمله على التوبة، يحمله على التوبة. فإذا تولد لديه هذا الأمر تولد بالتالي لديه الندم، وهو أحد أركان التوبة. بعضهم عرف التوبة قال التوبة هي الندم، التوبة هي الندم. عندما الإنسان يعتصره الندم في قلبه على تفريطه في حق الله سبحانه وتعالى، على انتهاكه محارم الله سبحانه وتعالى، يندم ندم شديد وتلوم نفسه، تلوم هذه النفس وتحمله على عدم العودة إلى هذا الذنب، تحمل هذا الندم يسوي له حرقة إلى وفاته، إلى وفاته يسوي له حرقة. يظل الإنسان يعيش في حرقة أنه ما يعرف، ما يعرف هل هذا الذنب قد غفر أم لم يغفر. الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش قال الله سبحانه وتعالى في حقهم من شدة ندمهم؟ إيش قال؟ حتى إيش؟ إذا ضاقت عليهم إيش؟ الأرض إيش؟ بما رحبت. الأرض على وسعها وعلى طولها وعرضها وعلى بوقاه العرض من الروم ما شبه ذلك، لكن ضاقت عليهم، ضاقت، شوف توبتهم، ضاقت عليهم هذه الأرض الواسعة، ضاقت عليهم لهم حسوا أن الله تعالى ورسوله غاضب عليهم، ضاقت عليهم هذه الأرض. لا بس ما الأرض ضاقت عليهم، وضاقت عليهم أنفسهم، يعني نفسهم وبيقبهم ضاقت عليهم، لأنهم صدقوا الله تعالى، ضاقت عليهم أنفسهم من شدة ندمهم وصدقهم مع الله سبحانه وتعالى. حتى أنزل الله تعالى القرآن يتلى في توبته، وعلى الثلاثة الذين إيش؟ خلفوا.